أحيا إبحار أول سفينة سياحية في البندقية بعد انقطاع استمر 17 شهراً بسبب جائحة كوفيد-19، جدلاً واسعاً بين مؤيدي وجود وحوش البحر هذه في البحيرة الإيطالية الشهيرة ومعارضيها. وفيما كانت ظلال السفينة MSC أوركسترا الضخمة تبدو في الأفق قبالة ساحة سان مارك، لوح متظاهرون بلافتات كتب على بعضها لا للسفن السياحية، فيما رددوا معارضتهم بأصوات مرتفعة من على متن قوارب بخارية صغيرة. وسفينة MSC أوركسترا التي وصلت فارغة من ميناء بيرايوس اليوناني غادرت وعلى متنها حوالي 650 راكبا أجبروا على تقديم نتيجة اختبار سلبي بكوفيد-19 يعود تاريخه إلى أقل من 4 أيام والخضوع لاختبار جديد حتى تمكنوا من الصعود على متنها. In un anno è venuto meno un numero enorme, 800.000 passeggeri, che tradotto in cifre, in soldi, vuol dire la perdita di 1 miliardo di euro di contribuzione economica. وخضع السياح لإجراءات السلامة الصارمة المعمول بها والتي تهدف إلى منع السفر من أن تصبح بؤرا لانتشار الفيروس كما حدث في السابق مرات عدة. ولا يقتصر الجدل حول وجود هذه السفن السياحية على سكان البندقية فقط، بل كان له دائما بعد دولي نظرا لشهرة هذه الوجهة السياحية التي تعد من الأكثر شعبية في العالم.